أنشطة وفعاليات منوعة نظمتها مديرية الثقافة بإدلب احتفالا بأيام الثقافة السورية، حيث أقامت حفلا غنائيا تراثيا بعنوان تراثي هويتي، قدمت فيه فرقة ليالي الطرب أجمل الأغاني التراثية السورية. هلا، بالنسبة إلى أيام الثقافة، قامت مديرية الثقافة بإدلب بإعداد ورشات عمل للأطفال ونتج عنها المعرض. هالمعرض يعني بيبشر بجيل من الفنانين التشكيليين الأطفال، يعني فينا نقول أنه يرقى للمستوى الممتاز من خلال الأعمال اللي قدموها. كان كل عمل عم ينبض بنوع من التميز، سواء رسم أو تلوين أو مضمون. ضمن احتفاليات أيام الثقافة السورية، أقامت مديرية الثقافة بإدلب مجموعة من الفعاليات والتي استمرت على مدى 3 أيام. بداية كان الافتتاح هذه الاحتفالات بإقامة حفل فني تراثي تحت عنوان تراثي هويتي، واليوم تم افتتاح معرض فن تشكيلي من نتاج عمل الأطفال والتي تم إنتاجها من خلال العديد من الورشات التي أقيمت في مديرية الثقافة. كما تم افتتاح معرض فن تشكيلي من نتاج عدد من الأطفال المبدعين الذين شاركوا في ورشة الرسم التي أقامتها مديرية الثقافة لتعليم الأطفال وتشجيعهم على الرسم وتشكيل أفكارهم ضمن لوحات فنية. عملنا ورشة للأطفال مشان يعبروا فيها عن مشاعرهم، عن إحساسهم بالواقع بشكل حلو وجميل، يسقطوه على الورق لونه، ومشان كمان تنمية مواهبهم، تنمية الأفكار عندهم. رسمت عن رسوم متحركة اللي بتابع الأطفال على التلفاز. طبعا هي بتعني إنه لقيم أخلاق، بتنمي قيم الصداقة عندهم. أنا الرسم عندي أهمية كبيرة كتير بحياتي، وأنا شاركت برسمات عديدة بهذا المعرض، وشاركت بورشة الرسم المعرض عشان أرفع اسم بلدي وأرفع علم سوريا عالي. أنا شاركت مرتين بالرسم، وهذول هن رسماتي. رسمت أنا عن وحدة رفع علم سوريا، وعن شوية تعاون مع العصافير. مديرية الثقافة بإدلب مستمرة بتقديم مختلف الأنشطة الثقافية احتفالا بأيام الثقافة السورية، وستختتم هذه الفعاليات بعرض فيلم سينمائي في مدينة خان شيخون. حسام الشاب، الإخبارية السورية، مدينة حماة.